القلب اللي ما يقبل موعظة، هذا القلب الميت، هذا قلب كافر، قلب قاسي. لا تخلي قلبك قاسي، لا تخلي قلبك مثل الصخر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. لا يا عزيزي، يعظكم به واتقوا الله. انت يا رجل اتق الله. انت لما تقسي على المرأة تضربها، تجوعها، تبخل عليها، مو قدامك، باكر امام الله. ان ربك لبالمرصاد، امامك محكمة الهية، الله يوقفك للحساب، وعند الله تجتمع الخصوم. هاي المرة باكر يوم القيامة تجي توقف أمام الله تقول: إلهي، هذا زوجي ظلمني، أخذ حقي منه. إذا المرة قالت هذا الكلام أراد الله أن يأخذ الحق من زوجها، مستحيل تنسد باب الجنة عليه، مستحيل يقدر يعبر الصراط، مستحيل. يقول لك أعطيها حقها، رضيها. إذا ما رضت عليك مستحيل تعبر الصراط. وكلما نقول عن المرأة نقول عن الرجل. المرأة إذا عصت زوجها وظلمت زوجها ومات زوجها وهو مظلوم، أو ماتت هي وهي ظالمة، كذلك ما تقدر تدخل الجنة ولا تقدر تعبر الصراط حتى يرضى عنها زوجها. حكم الله. الظلم حرام يا حبيبي، الظلم كل أنواع الظلم حرام، سواء كان ظلم الزوج لزوجته، أو الزوجة لزوجها، أو الآباء لأولادهم، أو الآباء يظلمون آباءهم وأمهاتهم. يقول عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الله عليم. يعني أنت إذا ظلمت المرأة ولكن الحكومة ما عرفت، الشرطة ما علموا، الله ما يدري؟ الله عز وجل يدري. فلا تظلم يا حبيبي.